بندم على مشاركتي بلجنة التحكيم على بكاستنج؟ لا ما بتندم عليه؟ لا. العمل نجح؟ يعني على بكاستنج نجح؟ أنا ما بعرف شو جايب ريتنج، بس أنا كنت مبسوطة فيه. يعني مرات في قصص ما بتنجح بس أنت بتكون سعيد فيها يعني. خلص يعني مش كل شيء ريتنج وكل شيء نجح. لا مش بالضرورة، لأنه في مرات أفلام، يعني إذا بتطلع بأفلام تبقى أخذة أوسكارات بال. علاقتك فيهم اليوم بعد منيحة أو؟ مع مين؟ يعني قصاي غادة باللجنة اللي كنت. قصاي إيه قصاي حبيبي، ما اشتغلنا سوا ب. باسل 2020. ليك باسل عنده، باسل كتير شخص خاص يعني ما بيشبه حدا، بيشبه حاله، انه بتحسه مرات يعني ممكن يفوت ما بيسلم عليك، تاني مره بيفوت بيقول لك مرحبا، فمودي ما بعرف شو بيكون عم بيفكر يعني. فباسل كتير خاص، بس بحب باسل بشغله اعور بعينك. كيف ما بيضربك بظهرك؟ كيف بتتعامل انت مع الشخص المودي؟ الناس مثل باسل ماشي، بكون عندي علامة استفهام كثير كبيرة مرسومة على وجهي، إنه هلا بقول له مرحبا، وإذا ما رد علي بدي أعصب، وإذا عصبت ممكن هو عم بيحكي شي كلمة يعني يصير في شي هيك كلاش أنا وياه، وما بصير بكبر عقلي إنه ما بدي هلا، طب شو هلا بسلم ولا ما بسلم، فبصير عرفت بعمل هيك ما بعرف شو بدي أعمل. ما بعرف هلا هيدا الشيء مشاكل بيناتكم؟ لا أبداً عم بقول لك بحب فيه إنه إذا في شيء غلط بوجهك ما مش بقول لك بوجهك حبيبي. غادة عبد الرازق علاقتك كيف أنت وياها؟ ناتر ماشي، يعني ما في علاقة؟ نو. في مشكل؟ ما في مشكل بس ما في علاقة. ما في نوايا طيبة؟ ما بعرف. أنا من ناحيتي كانت كلها نوايا طيبة، من ناحيتها بدك تسألها.